بنات شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بالف خير. اليوم سرى الفيديو ايش راح يصير بي؟ اليوم راح نلتسق لمدة نهار كامل. سرى دائما تقول لي بالشقة، تقول لي ايش وقت اخلص من عندك؟ ايش وقت افارقك؟ زين هسه انا قلت لها راح احقق الحلم ونلتصق سويا مثل ما تشوفون لمدة 24 ساعة. يعني تلاحظون ايش راح يصير بينا؟ راح نتدمر. زين جايتني بشرة واخري من نادي واخري؟ اول خطوه راح نسويها نروح نفرج اسناننا بعدين نتريق شلون راح نصير ونرحمهم بعدين ادري. خليكم بالفيديو لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. زين شلون راح نفرج اسناننا؟ والله ما ادري. امشي يلا امشي. لازم تفرج اسنانها سرج ويا واخذش خلاص ما تكون في بس ذوق يلا اخرى اخرى خلصنا مرحلة تفريش الاسنان هسه جينا نسوي ريوق وهذا الشاي مالتنا تقريبا خلص. شلون راح اصب الشاي مال؟ انا من انا قاعد احضر الاجبان والقلاصات وهي من انا جي طين القوري خلي انا من انا افر بس على كيفك نحرقنا ان شاء الله. دا اصب الثاني بالشاي بس شويه تحملين الله يخليك. انا ماني متت من الجوع والله. حتى بعد لا تقولين اريد افلص من عندك. توبه بعد والله توبه. انت افطر خل انا افطر منها اودي الشاي. بس انت تجيب من هناك الاجبان. وافطر انا اجيب غير شيء. زين انا شلون راح اقعد وانت شلون راح تقعد وشلون راح ناكل؟ طبعا سوينا اجبان لان احنا ندبرها بالاجبان شبت. اي طبعا احنا شلون ناكل؟ بس شلون؟ بس انا راح اقعد هنا انا. زين وانا شلون؟ انا وين راح اقعد؟ انا وين؟ اذا سوي لي لفه صغيره وانا اسوي لي بس لفه. هذا الشاي مالتي؟ ايه بس اعطيني لا لبنان جبن اي شيء بس المهم اكل شوي. يعني يا ثانية ملتصق التمر يا ماني ايش علي؟ بعد ما تريقنا وكملنا ريوق لازم نجي نسوي رياضه. انا ما احب الرياضه بس مجبور تقولي لازم توقفي من انا العب رياضه يوميا الصبح بالبيت. صح اهم شيء. يعني امشي على ما اجي. تعال 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 العب رياضه وياي تعال. شلون شلون العب؟ ها يلا تنزل 20 كيلو بهاي الخمس دقائق. صدق والله؟ يلا مريم راح تلعب رياضه ويانا. زين شنو بس هاي اللي تلعبها ما تلعب؟ مو هاي اللي اسفل منها. يلا ايدي واحد اثنين كافي وين العب ايه اصلا ما رفع هو الحبل ما رفع الحبل اصلا ما رفعت الحبل يا رياضه يا قبل يا وياك حتى الرياضه ما عرفت قطب للحمام ماني شي على مني مو انت مربوطه بيا قطب للحمام والله هذا التحدي اصعب تحدي راح نعيشه. ايش سوينا تحديات بس كل صعب يعني مربوطين هسه انا مربوط بها وهي مربوطه بي بس انا قشطه بالجامعه بسلامات تتحرك يعني مربوط بيها يعني اذا شلون يعني هسه تروح للحمام وين شلون اروح للحمام يعني لما تروح للحمام ليك من الفيديو ما حد جاي لك يسوي لك فيديوهات وشلون راح نطلع للشارع يا شارع نطلع للشارع حبك اموت عليك شفت سقف فيك ممكن نتعرض لازم توصلوا اكثر عدد من اللايكات لازم توصلوا لا وصلوا وصل هذا الفيديو اكبر عدد شو نسوي فيديو غيره اذا طلبوا جزء غيره مثلا اذا تطلبوا جزء ثاني نسوي جزء ثاني لا 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 حد يطلب جزء ثاني رجال مشتاق لهالوجه الحلو شكرا ما ريقك مشتاق لوجهك حياتي شكرا ما صدق يا ثاني تدرون ليش فرح على الفيديو ما داش لك وجهك والله ما قال لي بابا يا بابا
سأنا صرا قاعدين بالمطبخ ده نصب الغداء لينجعنا، والله العظيم هذا الفيديو كلش تعبنا كلش تعبنا بقى شنو نسوي الغداء احس هاي تشف علي راح ينطش علي الصرا التبسي مال كفته سويت وسويت كمان زين دوخنا من يمد واخري وشوف عظم ماشي انت الغداء السرا والله العظيم هذا اصعب يوم اعيشه بحياتي كليته مو على مود تعبان لا بس لان سرا وياي لو ما اريدها وياي تكون لا والله انت عرفت عليك واحد يشيل عدياك الصفوه لا يلا بسم الله صرا صبيني لا والله انا كنت اصب الناس طلعني وطلعني انا من الوحيده اللي هي فايزه بهذا التحدي ما لها دخل وانتو خسرتوا احنا خسرنا اي والله احنا خسرنا هاي تخيل حياتنا كلها هيك ملتصقة شلون لا بسم الله الله يساعد الناس اللي مرضى والله العظيم اي والله طيب طيب والله نسوي لكم طبعا احنا محتوى غريب عجيب اكثر من فيديو سوينا بالقناة الفيديوهات هذه كانت يعني حسستنا بالنعمة اللي احنا بيها عرفت علي شلون واختنا قلت يعني من والله صراحة بس تجربة كانت كلش حلوة صح صعبة وتدمرنا بيها لكن كلش حلوة وغريبة بنفس الوقت ويعني شنو؟ هم اثار الجو هاي اثار الجو بالعافية خلتي بالعافية مباع بس بنتي تشجع زين تزري يوم انت تحبيني ايه لو تحبين سرا اثنيناتنا الله كيف الحلو فيها ما تفرق مانيا ما تفرق وطبعا هسه بعد ما كملنا العشاء حاليا يعني الساعة 9:30 بالليل جيت اني احط مكياج عجبني يعني انا شنو ذنبي انا لازق ويا السرا 24 ساعة زين حتى تعبت والله اريد اطلع اريد اروح اجي والله ما اقول لك تشلي لحد احكي لكم بين قوسين لحد الان انا ما طاب الحمام من ورا السرا لحد الان ما طاب الحمام واخري هاي شنو يلا حبيبي يلا لك نص الجم والله لك والله شو تريد تطيي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 ي
يلا 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 يعني الله يخليكم. هذا انا بدكم والله اصدقائنا اللي هنا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. طبعا السرعه دمرتني وراح انهي الفيديو لحد الان. لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس. رابط الانستغرام موجود بصندوق الوصف. نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.